بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. من رساله معلمنا بولس الرسول الى العبرانيين الاصحاح ال11 عدد 28 يقول: بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي اهلك الابكار. بالايمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهم الذي أهلك الأبكار. نتابع موضوعنا في سلسلة أبطال الإيمان، وفي سلسلة أبطال الإيمان اتكلمنا عن القسم الثالث من أبطال الإيمان، وقلنا القسم الثالث هم بتوع أرض الغربة. القسم الثالث في أبطال الإيمان هم بتوع أرض مصر، لأن أرض الغربة بالنسبة لشعب بني إسرائيل كانت في مصر. فما اللي يتكلم عنهم ذكرنا منهم يوسف الصديق، وقلنا يوسف الصديق كان يتميز أنه له إيمان بالرفات، الرفات اللي هي عظام أو بقايا القديسين، ولذلك يقول لنا لحظة موته أوصى من جهة عظامه: ايه ايمانك يا يوسف؟ قال: انا العظام بتاعتي ما تدفنش في ارض مصر، لكن يقول لهم تصعدوا عظامي معكم مطرح ما ربنا يوديكم لارض الموعد. فكان عنده ايمان ان هو بعد زمن هيكون في عودة ليهم لارض الموعد زي ما وعد ربنا، وقال لهم في الوقت ده تصعدوا عظامي معكم. تاني شخصية اتكلمنا عنها كانت أبوي موسى النبي، وأبوي موسى النبي اتميزوا زي ما بيقول بولس الرسول في العبرانيين، يقول: لم يخشيا أمر الملك لأنهم رأيا أن الصبي جميلا فأخفياه. كان عندهم الإيمان، والإيمان ده ادهم قوة، ومتحدوا أمر فرعون وخبوا الطفل وما همهمش اللي يحصل إيه، فكان عندهم الإيمان اللي بيعطي القوة. بعد كده اتكلمنا عن موسى النبي لحد سن 40 سنة، وموسى النبي معروف إن هو التلت أو 5 سنين اتربى مع أمه كمرضعة ليه، وبعد ما وصل لل5 سنين اتنقل لقصر فرعون وقعد في قصر فرعون لحد سن 40 سنة. وبعد ال40 سنة قلنا ان موسى كان حاطط الميزان وابتدى يحسبها. بعد 40 سنة يقول لنا قعد يتفكر وقال: لا، انا انزل افتقد اخوتي واشوف اثقالهم ومتاعبهم. ويقول لنا: أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون مفضلا بالأحرى أن يذل مع شعب الله. قال: لا، أنا عايش في القصر، والقصر ده الملك بتاعه هو فرعون، وفرعون ده هو المستعبد لإخواتي، هو اللي مشغل إخواتي زي عبيد تحت إيديه، مسخرهم وذللهم. فقال: لا، أنا ما عيش في القصر ده ولا يوم واحد. يقول تاني حاجة، يقول لنا: حاسبا عار المسيح غنى أعظم من كل خزائن مصر، لأنه كان ينظر إلى إيه؟ المجازاة. حط الميزان وابتدى يحسبها: أنا أبقى ابن ابنة فرعون وأكون فرعون بعد كده، ولا في الناحية التانية تزل مع شعب ربنا؟ ولما حط الميزان لقى الحسبة مش فاهمها. بعد شوية قال: لا، ده الكفة بتاعت العبرانيين موجود فيها عار المسيح. عار المسيح يعني ايه؟ يعني صليب المسيح. قال: لا، ده انا اتحمل ان انا اتذل مع شعب ربنا وانا حامل الصليب احسن ما اكون في قصر فرعون وعندي تمتع وقتي بالخطية. فيقول لنا ترك القصر
ونزل عشان يفتقد اخواته. موسى النبي لما وصل 40 سنة نزل علشان خاطر يفتقد اخواته، وفي سكة افتقاده لاخواته لقى 2 بيتخانقوا في اول يوم، واحد مصري والتاني عبراني، ولقى ان المصري هو الظالم فقتل المصري ومشى العبراني. تاني يوم اما لقى 2 عبرانيين بيتخانقوا وفي واحد ظالم والتاني مظلوم، قال ما ينفعش ان انا اقتل عبراني، فقال لهم عيب، انتوا اخوات، ما يصحش ان يحصل كده بينكم. فرد عليه الظالم وقال له انت عايز تقتلني زي ما قتلت المصري امبارح؟ من اقامك رئيسا او قاضيا علينا؟ موسى النبي سمع الكلام ده وترك ارض مصر، لان فرعون سمع بالخبر وامر بقتل موسى. ولما هرب من ارض مصر قعد في البرية مدة 40 سنة. بعد 40 سنة كان التلمذ ربنا دعا موسى من تاني انه يرجع لارض مصر من تاني. يبقى موسى عدى فترتين اعداد. فترة الاعداد الاول في قصر فرعون يقول لك تهذب بكل حكمة المصريين، ده الاعداد الاول. ويقول لك حاجة تانية مهمة جدا، يقول وكان مقتدرا في الفعل والقول. الفعل يعني يصلح ان يكون قائد عسكري من الطراز الاول يقود جيوش فرعون، مقتدرا في الفعل، وتاني حاجة في القول يعني راجل محنك سياسيا، يقدر يكون فرعون مصر ويحكم مصر ويكون قائد سياسي. فربنا أعده الإعداد الأول من أجل أن يكون قائد مش لجيش فرعون وإنما لشعب بني إسرائيل. يقول لنا كان مقتدرا في الفعل وفي القول. في جوانب كتيرة في حياة موسى النبي، جزء منها اللي ذكرناه، لكن النهاردة احنا عندنا حاجة جديدة خالص. يقول لنا الكتاب بالإيمان صنع الفصح. بولس الرسول لما يتكلم عن موسى يقول لنا في آية 23 بالإيمان موسى لما كبر أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون. تاني حاجة يقول لنا أنه ترك مصر. تالت حاجة بالإيمان صنع الفصح. يبقى كده لسه الكلام عن مين؟ عن موسى، لأن كل ده ابتدى بالإيمان موسى، وبعدين آخر حاجة يقول لنا وبالإيمان صنع الفصح. لكن العجيب أن بولس الرسول يقول لنا في آية 27 بالإيمان ترك مصر، ويجي في آية 28 وبالإيمان صنع الفصح. هو عمل الفصح فين؟ في مصر. يبقى بولس الرسول ازاي يقول لنا في 27 بالإيمان ترك مصر غير خائف من غضب الملك، وبعدين يجي في آية 28 بالإيمان صنع الفصح؟ تقولوا لي ده مفروض الآية 28 تطلع 27 و27 تنزل 28. أقول لكم لا، احنا مفروض نفهم ايه اللي بيقصده بولس الرسول. بولس الرسول بيقول لنا الترتيب كده مظبوط. موسى لما دخل لفرعون وحدثت الضربات التسعة، 9 ضربات، في نهاية الضربة التاسعة فرعون قال لموسى إياك إنك تشوف وشي، لأنك يوم أن ترى وجهي تموت أنت وأبكار بني إسرائيل. قال له يوم ما هتشوفني، يوم ما تشوف وشي هتموت أنت وكل الأبكار اللي عندك. فرد عليه موسى قال له خلاص أنا من الآن لن أرى وجهك، أنا مش هشوف وشك تاني، أنت قلتها وأنا كمان إيه نفذتها. فبولس الرسول في كلامه معانا اعتبر إن موسى النبي من اللحظة دي
خلاص غادر قصر فرعون وابتدى يعمل لحساب شعب بني إسرائيل، فيقول لنا في البداية ترك مصر، خلاص اتقفل الباب بتاع فرعون وابتدى العمل في ترتيبات الفصح وعمل بتاع ربنا، فهو كده لحساب شعب بني إسرائيل. فهو الترتيب بتاع بولس الرسول أنه ترك مصر، إن هو غادر مكان الملك قصر فرعون، وبعد كده يقول لنا بالإيمان أعد الفصح. ومن هنا تبتدي قصة موسى في عودته لمصر. ربنا قال لموسى اذهب ارجع الى مصر، لانه مات جميع القوم الذين كانوا يطلبون نفسك. نفس الكلام ده لو نفتكره ربنا قاله لمين؟ ليوسف، لما كان يوسف في ارض مصر وهو متفكر ايه اللي هيحصل، اذ ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا يا يوسف ابن داود لا تخف ان تأخذ مريم امرأتك، لان اللي حبل بي هو من الروح القدس. والآية التانية قال له ارجع الى ارض اسرائيل، لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفس الصبي. المرتين اللي ظهر له قال له ما تخافش تاخد مريم، التانية قال له ارجع بقى لانه قد مات الذين يطلبون نفس الصبي. ربنا رتب كل شيء لولاده. ربنا لما يجي يبعت خادم بيعمل له الحماية المناسبة. تقولي هو ربنا اللي بيدير الكون كله فاضي الخادم انه يقول له روح هنا وامشي من هنا وتعالى هنا؟ هو دي معاملات ربنا، هي دي معاملات ربنا مع اولاده. قوم يظهر ليوسف من اجل مريم ومن اجل الطفل اللي معاه، وقوم يظهر تقولي طب ده المسيح، لا يظهر كمان لموسى ويقول له ارجع لارض مصر لانه قد مات الذين كانوا يطلبون نفسك. واول حاجه يعملها موسى زي ما بيقول لنا الكتاب ان هو يروح يتقابل مع هارون، يتقابل مع هارون. يقول لنا ربنا ظهر لهارون كمان وقال له يا هارون اذهب الى البريه لاستقبال موسى، فذهب والتقى في جبل الله وقبله. التقوا مع بعض. في الحقيقة ربنا قال لموسى ارجع لأرض مصر لأنه قد مات الذين يطلبون نفسك. مات فرعون اللي كان في عداوة بينه وبين موسى، ولكن جاء فرعون آخر بينه وبين كل شعب بني إسرائيل عداوة. يعني مات فرعون اللي بيعادي موسى، وجاء فرعون تاني بيعادي كل شعب بني إسرائيل. فموسى لما رجع كان في قدامه إشكال كبير. يقول لنا الكتاب وبعد ذلك دخل موسى وهارون وقال لفرعون. أول لقاء بينهم وبين فرعون، ربنا لما كلم موسى وكلم هارون نزلوا عشان يتقابلوا. قال له هكذا يقول الرب إله إسرائيل اطلق شعبي ليعيدوا لي في البرية. فقال فرعون من هو الرب حتى أسمع لقوله فأطلق إسرائيل؟ لا أعرف الرب وإسرائيل لا أطلقه. فقال له إله العبرانيين قد التقانا فنذهب سفر 3 أيام في البرية ونسبح للرب إلهنا لألا يصيبنا بالوباء أو بالسيف. فقال لهما ملك مصر لماذا يا موسى وهارون تبطلان الشعب من أعماله؟ اذهبا إلى أثقالكما. وقال فرعون هو ذا الآن شعب الأرض كثير وأنتما تريحانه من أثقالهم. فأمر فرعون في ذلك اليوم مسخري الشعب ومدبري قائلا لا تعودوا تعطون الشعب تبنا لصنع اللبن كأمس وأول من أمس ليذهبوا هم ويجمعوا
تبنا لأنفسهم، ومقدار اللبن الذي كانوا يصنعونه أمس وأول من أمس تجعلون عليهم لا تنقصوا منه، فإنهم متكاسلون لذلك يصرخون نذهب ونذبح لإلهنا. اتقابل موسى وهارون، ودايما الإنسان لما يبتدي ينزل خدمة يقول أنا طالما أنا مبعوث من عند ربنا يبقى خدمتي هتلاقي نجاح، كل الأبواب المتقفلة هتتفتح قدامي، محدش هيعترضني وحلاقي ثمر. ده بطرس قال وعظة جاب 3000، طب شوف أنا بقى منزل وربنا بعتني في مكان هعمل إيه؟ لكن جت التوقعات مخالفة للآمال اللي كانت مفروض تكون. راحوا كلموا فرعون، والحديث مع فرعون قلب الحكاية رأسا على عقب. بعد ما كان مريح الشعب ابتدى يحط عليهم أثقال أكتر، قال لهم شوفوا بعد ما انتوا قابلتوني، بعد ما كنت بدي للشعب التبن وهم يجمعوا الطين عشان يعملوا الطوب اللبن اللي كانوا بيبنوا بيه في الوقت ده، قال لهم لا، ده كل واحد يجمع لنفسه، انا مش هديله الحصة اللي بديها توقفت. واضح ان كنتوا ناس كسالة وعندكم وقت زيادة، وعشان كده عايزين تروحوا تصلوا وتذبحوا لربنا، انا هسدلكوا الموضوع ده، مش هديكوا وقت ابدا، قوم لا هتفكروا في الصلاة ولا تفكروا في الذبايح. اتقلب الامر بالاكتر، الموضوع ده سبب متاعب، بقى وعد من ربنا انه يخلص الشعب، الوعد بالخلاص اتقلب للعكس، بدل ما يخلص الشعب ابتدى يثقل على الشعب، ابتدى الناس تعبانين وموسى تعبان وفرعون في منتهى الغضب، لا جاب نتيجة مع فرعون ولا جاب نتيجة مع العبرانيين ولا جاب نتيجة مع موسى وهارون، حتى انهم بقوا يكلموا موسى وهارون بطريقة في منتهى الصعوبة، واستهان فرعون بكلام ربنا، قال لهم بتكلموني عن مين؟ قالوا له ربنا بيقول كده، قال لهم الرب لا أعرفه وإسرائيل لن أطلقه. شوف الشيطان أما تيجي تكلمه عن ربنا يقول لك أنا ما أعرفش ربنا. فرعون أما بيقولوا له ربنا قال لهم الرب إيه؟ لا أعرفه. نفس الكلام حصل للتلاميذ لما بولس وبطرس ابتدوا يكرزوا باسم المسيح، جابوهم وقالوا لهم احنا مش قلنا لكم الا تنطقى بهذا الاسم ثانية؟ احنا قلنا لكم. خدوهم جلدوهم ضربوهم واوصوهم الا ينطق البتة باسم يسوع، اسم يسوع اللي هو ايه؟ اسم الله. هنا يقول الرب لا اعرفه، وهنا يقول لهم لا تنطقوا باسم يسوع ثانية، عشان نشوف عدو الخير دايما بيحيا في ظلمة ويحيا في جهل، عشان كده اول كلمة يقولها انا معرفش ربنا. وابتدى ان انسان يطلب يصلي وانسان يطلب يعمل ذبايح يقول له انت بتبطل الشعب، العمل اللي بتعمله ده بتبطل الشعب. يوم ما واحد يقول لرئيسه في العمل اسمحني انا هتأخر شوية انا عندي صلاة في الكنيسة، يقول له لا اذا ما جيتش في ميعادك انت مفصول، انا ما بحبش الدلع بحب الجدية. هو ده طريقة الشيطان في العالم، اللي يقول ان انا عايز اصلي عايز اكون مع ربنا يقول له لماذا تبطلان الشعب، بقت العلاقة بربنا ابطال للشعب. ابتدى الجو يبقى بجو مش كويس، موسى ما كانش مفكر بالصورة دي ولا هارون. موسى وهارون كانوا نازلين على اساس ان عمل متمهد، ده ربنا بيقول لموسى يا موسى انزل كلم فرعون، قال له يا رب انت انا اسف، انت يعني انا اسف في التعبير،
انت ما يعني ما اخترتش الشخص المناسب. قال له ازاي يا موسى؟ قال له انت ما تعرفنيش، ده انا ثقيل الفم واللسان، انا مش بتاع كلام ابدا. تقول لي انت تروح تكلم فرعون؟ مين انا علشان اروح لفرعون؟ وأمم ما ربنا يديله القوة ويبعت مع واحد ينزل يلاقي النتائج عكسية. طب ده ربنا اللي ظهر لي في البرية في العليقة المشتعلة، قال له يعني ما تقربش للمكان واعلى اخلع عليك، الارض اللي انت واقف عليها ارض مقدسة، يعني حاجة تخوف، مين يقدر يقف قدام ربنا؟ انا اللي بخاف اقف قدامك، انزل اقابل فرعون، فرعون بجبروته قوم يقول من هو الله؟ انا ما اعرفش ربنا بتاعكم. طبعا هو كان منتظر يسمع الرساله دي جايه له من امون ولا من رع ولا من حد من الالهه بتاعته، لكن يقول الله انا ايه؟ لا اعرفه. يعرف امون ويعرف الالهه اللي هي متوفره عنده. موسى تعب، جايله الضغط من كل ناحيه، تعب. فموسى على طول رجع لربنا، قال له انا ماليش غيرك، انا لما نزلت قتلت المصري جاتني رساله على فم العبراني، وكانت الرساله دي جايه منك. الرساله دي كان فيها نقطتين، النقطه الاولى انه قال لي من اقامك رئيسا او قاضيا، فأنا كده شعرت إن أنا بنزل أخدم بدون دعوة، وما يصلحش إن إنسان يخدم بدون ما يكون ربنا دعاه للخدمة. كتاب يقول الذين دعاهم، فأنا أنزل أشتغل بدون دعوة، دي كانت غلط. النقطة التانية اللي أنت بعتها لي على لسان العبراني، قال لي هل تريد أن تقتلني كما قتلت المصري؟ يعني أنا اشتغلت بدون دعوة، وتاني حاجة اشتغلت بطريقة بشرية مش بطريقتك الإلهية، فأنا غلطت غلطتين، أو أنا اشتغلت بدون إعداد، يعني النقطة الأولى بدون دعوة والنقطة التانية بدون إعداد. النهاردة أنت دعيتني وظهرت لي وكلمتني، فالدعوة موجودة. النهاردة انت عملت لي اعداد 40 سنة في البرية بعد الحادثة دي، ونزلتني للخدمة، لا ناقصني اعداد ولا ناقصني دعوة، ومن منزل الدنيا تتطربق عليا ولاقي كل الامور ماشية معايا بالعكس. ما كل اللي بيمشوا مع ربنا يفتكروا كده من اول لحظة يلاقوا الارض مفروشة بالورد ومفيش حروب ومفيش متاعب، فما يلاقوا العكس يتعبوا. رجع موسى لربنا اللي ملوش غيره وقال له يا سيد لماذا أسأت إلى هذا الشعب ولماذا أرسلتني؟ موسى رجع بقى قال له شوف المرة دي، المرة الأولى موسى كان قاعد في القصر يقول لنا وخطر على باله أن ينزل ويفتقد إيه؟ أخوته. كانت الدعوة بتاعته جاية له منين؟ دماغه جاية من باله. خطر إيه على باله؟ واحد طلعت في دماغه ينزل يخدم، فنزل يخدم. مين اللي دعاك؟ محدش دعاه. لكن المرة التانية جاي بيقولها له بقى بمنتهى القوة، يقول له لماذا أرسلتني؟ أنت اللي بعتني، وأنت أما خادم أنت تبعته بتسنده، فإيه اللي حصل يا رب؟ لماذا أرسلتني؟ الشعب وقف ضد موسى ووقف ضد هارون، وأصبح الشعب اللي هو مفروض أنه ضد فرعون بقوا دلوقتي حاسين أن فرعون ده كويس، وموسى وهارون اللي متعبين. موسى وهارون اللي جابوا لهم أثقال أكتر من اللي كانت عليهم. إحنا كنا الأول بناخد التبن كحصة ونعمل الطوب، النهاردة اما انت جيت انت يا موسى وجمعك هارون شالوا عننا التبن، وبقينا احنا ندور على التبن نجمعه بايدينا، فاصبح فرعون في وضعه افضل من موسى وهارون اللي جلهم.
فالوضع بقى متأزم. يقول كده الشعب ابتدوا يقولوا لهم ينظر الرب إليكما ويقضي لأنكما أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون، يعني خليته ريحتنا ايه من التانة. شوفوا بيقولوا ايه لموسى، موسى اللي جاي العطر اللي جاي من عند ربنا، يقولوا له شوف بقى اللي انتوا عملتوه فينا، أنتنتما رائحتنا في عيني فرعون وفي عيون عبيده حتى تعطي سيفا في أيديهم ليقتلون. انتوا بتدوهم فرصة انهم يستعبدون اكتر واكتر. ايه اللي بتعملوه؟ ايه اللي بتعملوه؟ وابتدى الشعب يهيج على موسى وهارون. وطبعا فرعون واقف ومنتهز الفرصة وعمال يثقل على الشعب، وعبارة تبطلان الشعب دي ده عدو الخير بيقولها في كل جيل، يقول لهم لماذا تبطلان الشعب. عدو الخير في كل جيل ينظر لأن الإنسان يكرس حياته لربنا يقول لك ده بطالة، إنسان يعيش حياة التكريس يقول لك ده إنسان مش لاقي له شغلة ولا مشغلة، إنسان قاعد بيتكرس ده إنسان يعني بطال، يعني مش بطال وحش يعني بطالة لا عمل له. فالعالم ينظر للإنسان المكرس المعتكف بالصلاة اللي بيساند الكنيسة من خلال الصلاة وموجود في مكان يقولوا لا ده ملهمش شغلة، بينظر لإنسان يكرس حياته إن دي بطالة لكن مش إنسان شغال ومنتج في مجال روحي. فده هو اسلوب الشيطان وده اللي نطق بيه على لسان فرعون. خطة ربنا اللي نفذها مع شعب بني اسرائيل تمت على مراحل. المرحلة الاولى كانت دعوة موسى عشان ما يبقاش شغال من نفسه، وكانت اعداد موسى وتم اعداده. في نفس الوقت كان ضم هارون ليه لما قال له انا ثقيل الفم واللسان، قال له طب شوف انا اجعلك الها لفرعون وهارون يكون نبيك اللي انت تحطه على لسانه يتكلم بيه. فضم هارون وتمت لحد كده الخطوات دي بنجاح. اما ربنا لقى ان موسى بيعمل اللي عليه وان مفيش فايدة مع فرعون، ابتدى ربنا يقول لموسى انا هبتدي اشتغل. يقول فقال الرب لموسى الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون. الخطوة الأولى وصلت الرسالة، الرسالة غير مقبولة. الخطوة الأولى فرعون بيتهكم، ومش بيتهكم علي ده بيتهكم عليكم وعلى كل حد. أنا عايز أقول لو كان ربنا في اللحظة دي عايز يقضي على فرعون كان يفعصه، كان أنهى فرعون في اللحظة دي بتهكمه على ربنا. يقول الله لا أعرفه، كان ممكن يقضي عليه، لكن ده هناخدها بعدين ونشوف طول أنات ربنا. ابتدت الخطة بأن ربنا يقول له أن بيد قوية هطلقهم وبيد قوية هطردهم من أرضه. المهم أن كل رسالة كان ربنا بيقولها لموسى كان بيسمعها مين؟ الشيطان. كل رسالة توصل لموسى يسمعها الشيطان، والشيطان ينطق على لسان فرعون فيقول له يا موسى روح قول لفرعون. أم فرعون يقول له الله لا أعرفه، ده رد من فرعون، ده رد شيطاني، بس الشيطان بينطق على لسان فرعون يقول له الله لا أعرفه. فكل رسالة كانت بتوصل كانت بيسمعها الشيطان. فرعون ما قبلش كل رسائل موسى، ما كانتش رسائل موسى، كانت رسائل ربنا ما قبلهاش، لأن فرعون لقى إن الآلهة اللي عنده ماشيين بحسب شهواته، عايز يسخر يسخر، عايز يذل يذل، عايز يقتل يقتل، عايز يعيش إله على الأرض يعيش إله، عايز يجمع آلهة أخرى وتتعبد ليها المملكة في مصر
ممكن كل شيء، لكن إلا إله العبرانيين. ده اللي مش بحسب إيه؟ شهواته. ده اللي ضد الظلم، ضد التسخير، ضد القتل، ما بيوافقش على كل اللي بتوافق عليه الآلهة الأخرى. لذلك ما لقاش إن الإله ده بحسب رغبته. ربنا استخدم مع فرعون عدة طرق. أول طريقة كانت الطريقة الهادية، وكانت بالتفاهم. راحوا يتفاهموا معاه ويقولوا له لو سمحت من فضلك، إلهنا بيقول لك ادينا فرصة مسيرة 3 أيام ونذبح لإلهنا. دي الطريقة الهادية، ما نفعتش معاه. ابتدى ربنا يستخدم بطريقة المعجزات، وابتدى يعمل معجزات ان يلاقي النهر اتحول لدم. يقول لنا وفرعون دخل بيته ولم يوجه قلبه ايضا ولا اهتم. يعني بره النهر يتحول دم ولا على بال. معجزة واضحة قدامك، اغلظ قلبه واتعمت عينيه وفكره بقى فكر ما بيفهمش، غباء. فيطلع ويشوف المعجزة ويقول لنا دخل إلى بيته بدون ما يدي اهتمام بالمعجزة. الطريقة الثالثة واللي ربنا ما بيلجأش ليها إلا بعد ما بتتسد كل الطرق، إن يعاقب يقول ربنا إني قد رأيت مذلة شعبي الذين في مصر، سمعت صراخهم من أجل مسخريهم، إني علمت بأوجاعهم نزلت لأخلصهم. هو دي المرة الثالثة اللي يبتدي ربنا يتعامل مع الشعب من خلال طريقة العقاب. السؤال اللي بيسأله ناس كتير، ليه ربنا طول باله على فرعون؟ أقول لك ربنا طول باله على فرعون، ولولا أنه مطول باله علينا كنا كلنا انتهينا. اللي معيشنا لحد دلوقتي رغم أخطأنا هي طول أنات الله. عشان كده الكتاب يقول إنما طول أنات الله تقتادنا إلى التوبة. يعني كلنا ربنا بيطول باله علينا. كم مرة غلطنا، وكم مرة ناس ألحدوا، وكم مرة ناس جدفوا على ربنا، وربنا يقول لهم أديكوا فرصة إنكم تتوبوا. هي طول أنات الله. طول باله على فرعون من جهة طول الأناة، ومن جهة أن يمتلئ كأس غضب فرعون. ربنا ما بيلجأش للطريقة العقابية إلا بعد ما يستنفذ كل الطرق التانية، كل الطرق التانية. أما يلاقي كل البيبان اتقفلت يبتدي يلجأ لطريقة العقاب. فهو في معاملاته مع موسى، مع فرعون، فرعون قفلها. التفاهم يقول لهم الله لا أعرفه والشعب لن أطلقه. قالوا له طيب بالمعجزات، يقول ادى ظهره للمعجزات ودخل إلى بيته. فما كانش قدام ربنا غير الطريقة الثالثة، لكن حاول معاه بالطريقتين التانيين. تقول لي طول أنات ربنا فشلت مع فرعون؟ لا، ما فشلتش. هو فرعون اللي فشل انه يستفيد من طول أنات الله. ربنا بيطول باله على الناس كلها ولكن بتنجح. طول الأناب تقتاد للتوبة، لكن طول باله على فرعون وفشل فرعون انه يستفيد من طول أنات الله. في حين في ناس كتير استفادوا، لكن فرعون لم يستفيد من طول أنات الله. ربنا الطويل الأناة رغم تحدي فرعون. بعد كده فرعون يبتدي ان يتكلم معاهم. اما يلاقي ان الحكاية اتقفلت وابتدت الضربات تنزل عليه، يقول لهم طب شوف انا اطلقكم لتذبحوا للرب الهكم في البرية، ولكن لا تذهبوا بعيدا. يقول لهم ما تروحوش بعيد. في الاول قال لهم اذبحوا هنا، فرد عليه موسى قال له انت عايز ايه بالظبط؟ انت عايز المصريين يرجموننا؟ انت مش واخد بالك ان احنا هنذبح الذبايح بتاعتنا دي آلهة المصريين، ويوم ما نذبح الآلهة بتاعت المصريين هيحصل لنا ايه؟ هيرجمونا. فقال له دي مش مقبولة. قال له طب خلاص روحوا اذبحوا ولكن لا تذهبوا بعيدا.
ولكن فرعون ما كانش أبدا كلامه بيمشي. ويرجع تاني فرعون بعد ما تنزل عليه الضربات الزيادة يبعت ليهم ويقول لهم أخطأت هذه المرة، الرب هو البار وأنا وشعبي الأشرار. هل الكلام ده من القلب؟ أبدا. كان فرعون يتكلم بالشفتين وقلبه من جوه إيه؟ حجر، حجر شديد. ما كانش فيه مثال في قساوة القلب قد فرعون في الكتاب المقدس. القلب القاسي الذي لا ما يتحركش ولا يلين رغم المعجزات ورغم الضربات، إلا إن قلب في منتهى القساوة. عشان كده يجي يقول أخطيت بالشفتين، وبعد ما تترفع من عليه الضربة يرجع تاني أوحش من مكان. في كل مرة، كل مرة يصرخ من أجل الضربة ويرجع تاني يزداد في القساوة بتاعته. يقول لنا كلم موسى هكذا بني إسرائيل، ولكن لم يسمعوا لموسى من صغر النفس ومن العبودية القاسية. فرعون بقى متقل على الشعب، وموسى واقف بين الاتنين. موسى ده غلبان، بس الكتاب يقول لنا عن موسى أنه كان حليما جدا أكثر من كل الذين على الأرض. فموسى كان واقف بين الاتنين لكن في منتهى منتهى طول البال، فعلا أخذ حاجة من ربنا لأنه التلمذ على إيده. الله طويل الأناة، وموسى كمان مثال لطول الأناة، فواقف بين الاتنين. ولم يتأثر فرعون ولم يتأثر موسى بقساوة قلب فرعون، وقف قدامه. نفس القصة نلاقيها برضك من الضغط أيام أبونا إبراهيم أبو الآباء. أبونا إبراهيم أبو الآباء برضك أما ربنا طولها وما جابلوش إسحاق، يعني ابتدى يدخل في نوع من اليأس، فوقف كده قدام ربنا بعد معركة كادر لعمر. ربنا يقول له نسلك هو اللي حيرث. قال له بقول لك يا رب، بقول لك ايه، ليت اسماعيل يعيش امامك، يا ريت اسماعيل يعيش قدامك. انا يعني حاسس ان يعني حكاية ان يكون نسل مني بعد السن ده كله بقى موضوع يعني صعب شوي، صعب. وحتى سارة لما ربنا قال لها انك هتجيبي افتكرت انه بيضحك معاها، افتكرت ان دي فكاهة. قالت أبعد يعني ما انا كبرت في السن يكون لي تنعم وسيدي قد شاخ؟ أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ يعني مرحلة من اليأس بعيدة جدا، ده حاجة مستحيلة. فمش بس شعب بني إسرائيل اللي أصيبوا بصغر النفس، لكن حتى ناس كبار من الآباء القديسين. ودايما كل ما ربنا يتأخر عننا في تلبية طلباتنا تبص تلاقي الإنسان يصاب بالضيق من جوه، يصاب بالضيق ويشعر إنه مش قادر. وكل ما ربنا يتأخر تزيد عليا التجارب، ما هو الشيطان بينتهزها فرصة. كل ما يلاقي ربنا اتأخر يقول لي انت فاكر هتتحقق طلبتك، انت فاكر هتتحقق طلبتك، انت فاكر يا ابراهيم هيكون لك نسل، بص لنفسك انت بقى عندك قد ايه، ولا صار انت فاكر هيكون لك عيال؟ طب يعني حتى اللي بيكون عندها عيال بيكون عندها مبادئ ان تجيب عيال، انت ما عندكش حاجة ابدا. لا انت عندك استعداد، حتى هي قالتها، قالت أبعد فنائي يعني أنا مفيش فايدة مني، يكون لي تنعم وكمان سيدي قد شاخ. هو الكلام ده بيحطه مين؟ الشيطان، هو ده اللي بيزرعه فينا عشان يصيبنا باليأس في وعود ربنا. تبقى أنت تقع في الخطية يقولك أنت فاكر اللي زيك ده هيخش سما؟ أنت عشان تدخل السما لازم تكون زي العدرة وزي ميرجرجس وزي ميمرقص وزي أبانوب والقديسين الكبار، أنت فين منهم؟ يا عم عيش حياتك، عيش أيامك. هو ده الشيطان يقول لك أنت يعني هتقاوح في إيه؟ الشيطان دايما يحاول يصيبنا باليأس،
ده يقول لك الخطية اللي انت وقعت فيها دي احسبها، كم مرة رحت اعترفت لابونا بيها؟ هتروح تاني؟ هو ده الشيطان، يقول لك لسه هتروح تاني، انت مش مكسوف، خلاص بقى انسى. الشيطان يوقعنا في ايه؟ في اليأس. لكن الكتاب يقول ايه؟ لا تشمتي بي عدوتي لاني ان سقطت ايه؟ اقوم. الصديق يسقط 7 مرات ويقوم، وهو ايه؟ صديق، ولا زال ايه؟ صديق. هو اما وقع صديق، ولما قام هو لازال ايه؟ صديق. ما تقولش لا انا اتنزعت عني صفة ان انا مسيحي اصل وقعت في الخطية. لا يا حبيبي، ما تقولش خلاص ده ربنا رافضني عشان وقعت في، ابدا. حتى لو وقعت في الخطية انت ابنه، ويوم ما ترجع له تلاقيه فاتح احضانه ويقول ابني هذا كان ايه؟ ميتا فعاش. انت ابني، وانت ميت ابني، وانت عايش ابني، وانت مع الخنازير ابني، ويوم ما ترجع ليا مش هقرف ابدا ان اخدك في حضني، حتى لو كانت ريحتك جايه من عند الخنازير انا قبلك، انا فرحان بيك، انت ابني. عشان كده الشيطان اللي بيضربنا بصغر النفس احنا بنقول له احنا لا نجهل حيلك، بتزداد الضيقات. عشان كده في سفر الاعمال يقول لنا لما حصلت المضايقات بسبب مقتل استفانوس، يقول لنا نزل التلاميذ كانوا يشددان أنفس التلاميذ ويعظانهم أن يثبتوا في الإيمان، وأنه بضيقات كثيرة ينبغي أن نرس ملكوت الله. وعشان كده يشوع بن سيراخ يقول لنا عبارة جميلة، يقول يا ابني أنت قدمت لخدمة ربك، هيئ نفسك إيه؟ لكل التجارب. تقول لي أنا مخدم ربنا أعيش في عز، والملائكة تأكلني شهد العسل، وأبقى يعني مسنود على أجنحة الرياح. أقول لك مين قال؟ مين قال؟ ده التلميذ اللي اتكأ على صدر المسيح كتب رسالته وهو فين؟ في المنفى. أقول ده كان متكئ على صدر المسيح، أقول لك برضك وصدر المسيح كان فين؟ في المنفى. عشان كده وهو في المنفى أخذوا للسماء الثالثة. التعزيات شيء والضيقات شيء تاني. عشان كده داود النبي يقول عند كثرة همومي في داخلي تعزياتك ايه؟ تلذذ نفسي. انا عندي هموم وعندي تجارب وعندي ضيقات، لكن قصاد ده كله في ايه؟ تعزيات. ما يهمنيش ربنا يقول لي اشيل عنك الضيقات، اقول له لا، والتعزيات يا رب؟ يقول لي التعزيات دي مع الضيقات، اقول له لا، خليها خليها. إذا كانت التعزيات مرتبطة بالضيقات فأنا عايز الضيقات وعايز معها التعزيات. أهلا بالاضطهادات، أهلا بالآلام، لأن ده كله هيكون معاه تعزيات ويعلن المسيح فينا. بولس يكلمنا عن موسى ويقول لنا إن موسى أبى أن يدعى ابنا لابنة فرعون، وفضل أن يزل مع شعب الله ويعيش معهم في العبودية. فانطبق عليه قول السيد المسيح للمجد، من يضع نفسه يرتفع ومن يرفع نفسه إيه؟ يتضع. اللي يرتفع بنفسه بيتضع، واللي بيضع نفسه أمام ربنا يرتفع. أنت رفضت القصر، أنا أعليك فوق مستوى القصر. أنت سبت إيه؟ قال لي أنا سبت إن أنا أكون ابنة فرعون. وإيه تاني؟ قال لي يعني بعد شوية أنا كنت ممكن أكون الفرعون. وإيه تاني؟ قال لي وكمان بعد ما أموت هيعملوا لي موميا، وكنا نقعد نزور بقى مصر ونزور موميا موسى. هو ده كل اللي قال لي. آه طب وفي حاجة أكتر من كده، ويمكن كمان يمكن يبنوا لي هرم ويقولوا هرم بقى موسى، مش عارف. هو ده كل اللي هتاخده؟ اه. طب انا اما هبعتك يا موسى، انا قد جعلتك الها لفرعون. ربنا اما يبعت بقى خادم يقول له انا هبعتك فرعون مين؟ انا هبعتك الها. الها تيجي بمعنى سيد، يعني انت هتكون سيد لفرعون. ويقول له كمان انا هبعت معاك واحد اللي هو هارون، ويكون هارون نبيك. يعني ايه نبيك؟ النبي
هو الذي يوحى له من الله، مش كده؟ لكن لما اقول ان هارون ده النبي بتاع موسى، يبقى يوحى له من مين؟ من موسى. شوفوا المكانه اللي اداها له ربنا، قال له انت بس تبص له وتلاقي الكلام بيتنطق على لسان هارون، انت توحي اليه وهو يتكلم باللي انت عايز تقوله. قد جعلت هارون نبيك. ايه المكانه دي يا رب؟ ما يقول لك من يضع نفسه ايه؟ يرتفع. طب انت بعد ما كنت هتعيش وتكون فرعون في مصر، وحتى يبنوا لك هرم ولا يعملوا لك مسلة ولا يعملوك موميا، وبعدين يقول لي خلاص انتهت، لكن انت حبيبي بعد ما تخدم معايا تيجي معايا في العهد الجديد على جبل التجلي وتتراءى في مجد عظيم. ايه ده؟ شوفوا شغل ربنا، مش بس في العهد القديم، لا ده في العهد الجديد يظهر موسى وإيليا مع السيد المسيح على جبل التجلي، يقول له اللي يشتغل معايا أنقله من مجد إلى مجد. إني أكرم الذين إيه؟ يكرمونني، والذين يحتقرونني يصغرون. شوف اللي يحصل لفرعون وشوف اللي بيحصل لموسى، لأن من وضع نفسه إيه؟ ارتفع، ومن رفع نفسه إيه؟ اتضع. فرعون بكل جبروته يجي لموسى يقول له لو سمحت من فضلك، ويتذلل أمام موسى يقول له ارفع الضربة دي عني، صلي من أجلي. ده موسى اللي قدام فرعون يقول له قد جعلتك سيدا أو إلها لفرعون، يطلب شفاعتك ويطلب صلواتك ويتذلل أمامك من أجل أن هي تترفع الضربات عن الشعب. موسى اللي كان يقف قدام ربنا ويقول له أنا ثقيل الفم واللسان، يقول له أنت مش ثقيل الفم واللسان، قد جعلتك سيدا لفرعون. موسى الأمير زمان اللي كان ساكن في قصر فرعون هرب من فرعون، لكن موسى الجديد الراعي البسيط اللي التلمذ على إيد ربنا هرب منه فرعون. شوف قد ايه، يقول له جعلتك الها وفرعون يهرب قدامه. زمان موسى اللي كان ما قبل الاعداد هرب وخاف وعاش في البريه من اجل ان هو ما يتقابلش مع فرعون. موسى المعتمد على ذاته واللي معتمد على قوه ربنا، اللي معتمد على ذاته ضعيف واللي معتمد على قوه ربنا كل مصر اتهزت بسببه. طبعا اللي ماشي مع ربنا بيردد كلام المزمور، ان سرت في وادي ظل الموت فلا اخاف شرا لانك انت ايه؟ معي. لقاء موسى مع الملك، موسى ده كان في البريه شغال راعي خرفان، راعي للخراف، وبعدين ربنا جابه. اللقاء اللي تم بين فرعون وبين موسى زي لقاء ايليا واخاب، بس شوفوا لما كان ايليا بيحمل قوة ربنا معاه، جاله أخاب أول ما شافه قال له أنت مكدر إسرائيل، قال له أنت فينك؟ أنت مكدر إسرائيل؟ قال له أبدا مش أنا، قال له بل أنت وبيت أبيك بترككم وصايا الرب وبسيركم وراء البعليم. وكانوا يلقبوا ايليا بالنبي الناري، لأن كانت كلمات ايليا كلمات من نار، ولما طلبت تنزل نار من السماء نزلت النار من السماء، عشان كده يقولوا إيليا النبي الناري، اللي جاء على نفس صورته يوحنا المعمدان. يقول لنا الكتاب جاء بروح إيليا وقوته، ولما جاء يوحنا المعمدان بنفس القوة وقف أمام هيرودس وقال له إيه؟ لا يحل لك. وهنا كانت القوة. طب هندي معلش بيتين في ترنيمة وهناخد بس منكم 10 دقايق. كان كلامنا عن لقاء موسى وهارون بفرعون، وكانت الضربات العشر، 9 ضربات فسرها آباء الكنيسة إنها إشارة للحرب الروحية اللي بيواجهها الإنسان، فقالوا ضربة الدبان
وضربة البعوض تشير للأفكار الوحشة اللي بتجيلنا، وقالوا ضربة الضفادع تشير لخطايا النجاسة، خطايا الجسد، وشبهوا كل حاجة بنوع من الخطايا، وقالوا الظلام ده يشير للظلام الروحي. وبيظل الإنسان يجاهد طول ما هو عايش على الأرض، لكن ثق، كل ما أنت تجاهد كل ما بتزداد قوة، وبيضعف الشيطان وينكمش قدامك. دي مهمة جدا أنك تلاحظها، لأن فرعون يمثل الشيطان، وشعب ربنا بيمثل النفس البشرية. فكل يوم في حربك الروحية أنت بتتقوى والشيطان بينكمش وبيضعف، ما بيكونش بنفس قوته. لما القديس أبو مقار الكبير اتقابل مع الشيطان، كان فاهم وشايف الشيطان قدام عينيه وعارف كل حاجة عنه. وأحد الآباء يقول إن إحنا ما الشياطين عارفين أفكارهم، وزي ما بيقول الكتاب إننا لا نكهل حيله، فإحنا بنبقى عارفين حيل الشيطان. القديس أبو مقار يقول: لا أظن أن الشياطين أسقطوني في خطية واحدة مرتين. فكل ما أنا بتقوى في الحياة الروحية، كل ما بجدد، كل ما بينكمش الشيطان قدامي. وفي الآخر المواجهة اللي كانت بين موسى وفرعون، قال له: طب خلاص، يوم ما هتشوفني تاني هتموت انت وكل ابكار المصريين. وكان الكلمه اللي نطقها فرعون هي حكم على نفسه، حكم على نفسه بالموت. قال له: يوم ما هتشوفني تاني هتموت انت وابكار المصريين. قال له: انا مش هشوفك تاني. فعلا بعد كده ما شافوش لو هو غطسان تحت الميه، لكن ما شافوش تاني. فهو اللي حكم على نفسه، مش حد اللي حكم عليه. لكن معروف ان فرعون ده ما كانش انسان سهل، ومش من السهل انه كان هيطلع الشعب من الارض، لانه كان عارف ان الشعب ده مستعبد ليه. لكن ده عمل ربنا، ان في النهاية نلاقي بين يوم وليلة ربنا بيعمل عمله العجيب. جالهم في الاخر، في اخر ضربة اللي هي ضربة الابكار، قال لهم: باركوني، وابتدوا ارجعوا، روحوا لبلدكم، روحوا اذبحوا لربنا. وكان خلاص فرعون في الوقت ده خلاص سلم تماما. احنا عايزين نتكلم عن قصة خروف الفصح. يقول: بالإيمان صنع الفصح ورش الدم لئلا يمسهما الذي أهلك الأبكار. كلمة فصح يعني عبور، فصح يعني واحد فسح. أما تقول لواحد فسح شوية، فسح شوية هي فصح، وتعني عبور، باس أوفر، أو بنقول عليها بسخة في القبط. فخطة الفصح إيه؟ إنه عبور، بيجي من بيت لبيت، البيت اللي يلاقي عليه علامة الدم يسيبه ويعبر لبيت تاني، فيفسح بين بيت وبيت، فهو عبور من بيت إلى بيت، هو ده الفصح. فهو مش عبور البحر الأحمر، لكن هو عبور الملاك المهلك اللي كان بيضرب كل أبكار المصريين. خروف الفصح اللي ربنا قال لهم اذبحوه، قال لهم تجيبوه يوم 10 نيسان ويوضع تحت الفصح الحفظ لحد يوم 14 نيسان. يعني كم يوم؟ 10 و11 و12 و13 و14، 5 أيام لهم تحت الحفظ، 5 أيام. وكان لازم يكون شاه اللي تكون بتتقدم. ايه العلاقة بين ذبح الخروف وصلب المسيح؟ صلب السيد المسيح كان في عيد الفصح اليهودي، لما بيلاطس جلس على الكرسي بطريقة رسمية وابتدى هيصدر الحكم على المسيح في يوم الجمعة، وصدر الحكم في الساعة 6، وهو دخل عشان يجلس يقول لنا، دخل الكل انجيل متى يحكي يقول لنا الا رؤساء الكهنه، يقولوا ما دخلوش لالا ايه؟ يتنجسوا، لانهم هياكلوا الفصح، ما رضوش يدخلوا لالا يتنجسوا لانهم هياكلوا من الفصح.
فهنا معنى الكلام ان الفسح ما كانش تم لحد اللحظة دي، ومش عايزين يدخلوا لألا يتنجسوا. كان ايه نظام الفسح؟ يقول لهم تذبحوه وتاكلوه على طول وتاكلوه على عجلة ولا تبقوا منه شيئا الى الصباح. يعني كانوا يذبحوه دلوقتي وياكلوه على طول، مفيش حاجة اسمها يعملوه تاني يوم ومشوي، في نظام ليه. لكن انا عايز اقول ما كانوش لسه لحد الوقت ده ذبحوا الفصح، ومش هيذبحوه في اليوم التاني لان هو نفس اليوم اللي بيذبحوه بيقدموه لازم يتطهروا في اليوم ده. فهنا عدم دخولهم معناها ان في وقت صدور الحكم على المسيح في الساعة السادسة كان الفصح يتعمل بين العشاءين. العشاءين يعني ايه؟ يعني دلوقتي الساعة 5 بعد الظهر، بكرة الساعة 5 بعد الظهر، أو يعني بين العشاءين، فهو يتذبح يبقى بعد الساعة 5 أو على حدود الساعة 5، في الحدود دي الساعة 5 بعد الظهر أو الساعة 9. فكان المسيح الحكم صدر عليه الساعة 6 السادسة ومات في الساعة 9، في نفس الوقت اللي كان فيه ذبح الخروف. يعني المسيح جاي بيقول لنا أنا في نفس التوقيت أنا جاي عشان أكون أنا الخروف اللي مفروض إن أنا أدبح وأقدم ذاتي، وعايز يقول آدي الرمز وآدي المرموز إليه. المسيح لما دخل أورشليم قعد من يوم الحد لحد يوم الجمعة العظيم 5 أيام. 5 أيام قعدهم، 2 و3 و4 و5 والجمعة. المسيح اتقدم ذبح الخروف في يوم الجمعة، قعد تحت الحفظ 5 أيام. في الوقت ده المسيح ما خرجش من أورشليم إلا أنه راح بيت عنيا، والإنجيل يقول لنا في إنجيل لوقا يقول بيت عنيا دي 12 غلوة. كان مسموح أن يتحرك في داخل أورشليم لكن ما يطلعش بره حدود ال 12 غلو، فكان كده المسيح يعتبر داخل أورشليم. فهو كان تحت الحفظ لحد الوقت اللي يتقدم فيه. ما دخلش رؤساء الكهنة قلنا من أجل إصدار الحكم. رئيس الكهنة كان يجيب خروف ويحطه في الهيكل عشان يذبحه من يوم 10 ليوم 14، وكان يقدم الخروف، فكان يقولوا يوثق بقرنيه إلى المذبح. يعني ده الخروف الخاص بإيه؟ بالمذبح أو بالهيكل، فكان يذبحه رئيس الكهنة. الرمز والمرموز إليه، إيه العلاقة ما بين الرمز في العهد القديم والمسيح اللي اترمز ليه؟ وإيه العلاقة بين سر الإفخارستية على المذبح والخروف اللي كان بيتقدم في العهد القديم؟ المسيح قال لهم، أو الشريعة قالت لهم، أن الفصح فريضة أبدية. الفصح فريضة أبدية. طب إزاي فريضة أبدية والمسيح لما جه اتوقفت؟ طب ما هو لازم في حاجة تانية تكمل كلام ربنا وتصير فريضة أبدية، لأن بمجيء المسيح يبقى خلاص انتهى الرمز والمرموز إليه، وقفنا المرموز إليه وصل. فهنا فريضة أبدية. نلاقي دي دخلت في سكة العشاء اللي عمله المسيح يوم خميس العهد. يوم خميس العهد لما اتسكب الطيب على المسيح يوم السبت قال عبارة جميلة جدا، لما عنفوا المرأة قال اتركوها إنها ليوم تكفيني قد حفظته، لأن الفقراء معكم في كل حين وأما أنا فلست معكم. يبقى يوم السبت اتسكب الطيب على المسيح للتكفين، فعلته لإيه؟ لتكفين. وعد السبت والحد والاثنين والثلاث والأربع ويوم الخميس. يبقى كده اما نحسب الأيام حد واثنين وثلاث وأربع وخميس، يبقى الخامس يوم من يوم السبت هو يوم الإيه؟ الخميس. أما يقول لها ده التكفيني، وجاء يوم الخميس بقى المسيح عمل ايه؟ حطوا العشاء، قال لهم شهوة ان اشتهيت ان اكل ايه؟ الفصح معكم. ازاي هناكل الفصح؟ ده انا بقول لكم الفصح معاده يوم ايه؟ الجمعة. الجمعة العظيمة هو معاد الفصح. طب ازاي انت هتاكل الفصح يوم الخميس؟ وبعدين انت وصيت
قلت اتبعوا انسان حاملا جرة ماء وهيوريكم مكان الفصح. طب الفصح ده لازم نجيب فيه خروف، فين الخروف؟ المائدة موجودة والاطباق موجودة والخل موجود اللي بيتاكل قبل الفصح والعيش موجود الفطير، لكن فين الخروف؟ ويقول لك وغمس اللقمة واداها ليهوذا، يعني الخل موجود اللي هو بياخدوه قبل الفصح، طب فين الخروف؟ التلاميذ بصوا لبعض، انت قلت لنا الفصح والاعداد ليه تمام وانت عايز تاكل معانا الفصح، ولكن فين الفصح؟ فبدل ما يقدم الخروف قال لهم خذوا كلوا هذا جسدي، خذوا اشربوا هذا ايه؟ دم. المسيح عمل احلال من الفصح القديم للفصح الايه؟ الجديد. الاعداد هو الاعداد، اللقمه هي اللقمه، الخل هو الخل، كل شيء، ولكن بدل الخروف قال لهم كلوا ايه؟ جسدي واشربوا دمي. ده يوم الخميس. بالنسبه لان المسيح يوم السبت عملت هذا لتكفيني، فالمسيح اتذبح في يوم الخميس وقدم لنا جسده وقال اصنعوا هذا ايه؟ لذكر، فريضه ابديه، فريضه ابديه تصنع الى الابد. يبقى اللي قاله ربنا في العهد القديم اتنفذ، ولكن بالمرموز اليه. الرمز كان الفصح، ولكن المرموز اليه هو سر التناول. وفي تاني يوم سلم جسده على الصليب عن حياه العالم. اليوم الاول سلم الفصح لتلاميذه الاتناشر ومحدش تاني دخل في وسطيهم، يبقى سلم سر الافخارستيه للكنيسه. خدوا بالكم الكلام، سلم سر الافخارستيه للكنيسه، خروف الفصح. تاني يوم سلم لليهود وللعالم كله المسيح المصلوب عن حياه العالم اجمع. يبقى كده تمم الفصح الاولاني لينا الى الابد فريضه ابديه، وتاني يوم قدم لينا الخلاص كعمل خلاصي للبشريه كلها. نكتفي بكده لان الموضوع ده كبير. لالهنا المجد الدائم الى الابد، امين.